تعد لعبة الدامة الشعبية جزءاً من تراث وتاريخ الشعوب الخليجية، والتي ما زال الشباب يحرصون على إحيائها تخليداً لذكرى الآباء والأجداد في زمنهم الجميل والحفاظ عليها من الاندثار. لعبة الدامة الشعبية من الألعاب القريبة للشباب والأجيال القادمة بكونها من الألعاب العقلية الممتعة التي تحتاج للتركيز والتفكير وروح المنافسة. الزميل محمد شكري زار إمارة الشارقة وأعد لنا هذا التقرير حول مجلس الدامة بأيام الشارقة التراثية. خطفت لعبة الدامة الشعبية أنظار زوار أيام الشارقة التراثية وسلبت عقولهم بأجوائها الحماسية باعتبارها من الألعاب التراثية المحببة لدى شعب دول الخليج وبعض دول العالم. طبعا كوني شاب من مملكة البحرين حريص دائما أني أشارك في أيام الشارقة التراثية، وهذه السنة السادسة لي على التوالي في المشاركة. طبعا احنا جينا نمثل لعبة الدامة. طبعا لعبة الدامة لعبة شعبية قديمة تمارس في بعض دول العالم. لعبة الدامة لعبة شعبية تحولت من لعبة شعبية وأصبحت الآن لعبة دولية، تقام لها بطولات دولية، تقام لها محافل دولية، أيضا لها مؤلفات. فاحنا دائما حريصين في إحياء هذه اللعبة. من شروط ممارسة لعبة الدامة الشعبية أن تكون بين شخصين على لوحة خشبية تسمى رقعة، مكونة من 64 مربعا، منها 8 عمودية و8 أفقية، ب32 بيدقا خشبيا توزع على اللاعبين بالتساوي والتناوب، ويقومان بنقل البيادق خطوة واحدة للأمام أو لليسار أو لليمين. فإذا اخترق بيدق صفوف منافسه ووصل لآخر خانة أصبح الدامة، ويسمى شيخا بالتعبير الخليجي، وحينها تكون للدامة حرية الحركة بالاتجاهات كافة، ويتم تعيين الفائز بعد أكله جميع بيادق خصمه أو استسلام خصمه. عددهم كامل 32، لكل لاعب 16 حطوة. طبعا اللعب يكون بالتناوب، نقلة إلى الأمام أو اليسار أو اليمين في مربع فاضي. خلنا حين نجرب اللعب. طبعا هو حين يقول كش، يطلب حطبتين مني وأنا أسكر. نغلب. تعتبر لعبة الدامة الشعبية من الألعاب التراثية المميزة التي حافظ على ممارستها الآباء والأجداد، وحرصوا على تشجيع الشباب والأجيال القادمة في الاستمرار عليها. بدأت لعبة الدامة من أكثر من 40 سنة، وانتدبت للشارجة في سنة 2011 كمدرب للدامة. فيت هني وأنا الحين صار لي 11 سنة يدعوني، ما قصروا طيبين لتشجيع الشباب على اللعبة. هاي اللعبة شعبية وقديمة، فمن التراث تعتبر، يعني من التراث الأصيل. حتى أهل الغوص لما كانوا يدشون الغوص الأول يودون معهم رقعة الدامة علشان يتسلون. تعتبر اللعبة تراثية توارثناها أبا عن جد، ونحب إحنا بدورنا كمشاركة أولى بالنسبة لي كنشر الوعي بالنسبة حق هاللعبة، يعني لم الوحدة بالذات الخليجية، زين، ونبيه تظهر بأحسن شكل. فيها تحدي وإقبال زين، ونحاول بعد من شباب البحرين إن شاء الله عندهم شوية طموح بعد أزيد ويشاركون في هاللعبة ذي. الموروث اللي صار في آخر مرة شارك لعبة الدامة، الموروث صاحب سمو الشيخ ناصر سوى الموروث، وناس تقدمت حق لعبة الدامة وفازوا لاعبين والشباب شاركوا. نحب البحرين تكون من تاخذ البطولات حق هذه اللعبة ان شاء الله مستقبليا.
عززت لعبة الدامة الشعبية اللحمة والصداقة بين ممارسيها، وخلقت بينهم أجواء تنافسية جميلة بكونها من الألعاب الفكرية الممتعة. الآباء والأجداد أحيوا وجسدوا تفاصيل لعبة الدامة الشعبية بأيام الشارقة التراثية لتستمر بين الشباب والأجيال القادمة على مدار السنين. محمد شكري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة.